تحياتي لكم أينما تكونون. بالأمس نشرت لكم على موقعي على اليوتيوب جولة حرة في عاصمة السويد ستوكهولم. اليوم وقبل نصف ساعة من مغادرة ستوكهولم سوف يعني أقدم لكم هذا التقرير، معلومات عامة عن العاصمة ستوكهولم وعن السويد بشكل عام. لربما يعني أتيتم إليها يوما ما، وهو أيضا باب للتعارف على البلدان الأخرى جغرافيا تاريخيا ثقافيا، ومعلومات تكون مفيدة، معلومات شخصية. إذن أنا في أحد المواقع داخل العاصمة السويدية ستوكهولم، وقريب جدا من محطة الباصات التي سوف أنطلق منها إلى أوسلو عاصمة النرويج بعد ساعة من الآن. إذن الآن سوف أخرج أنا من الشاشة لكي أصور لكم وأحدثكم عن السويد بشكل عام. إذن لاحظوا يعني هذه البنايات المبنية بالطابوق الأحمر. الطابوق الأحمر هنا مستخدم بقوة، وأيضا هناك الطابوق الأبيض يعني مثل ما هو موجود في العراق، حيث يعني موجود يتم صناعته في جنوب العراق أيضا، وربما في معظم دول الشرق الأوسط. إذن نحن في ميدان حر وعلى فوق جسر، وهنا أيضا يوجد نهر جميل جدا ومساحة خضراء جميلة وكورنيش أيضا كما تشاهدون للتنزه للهرولة وغيرها من الفعاليات الجميلة. إذن اليوم هو يوم مشمس وجميل في سماء ستوكهولم، و هذا الجسر الذي أمامكم يبدو أنه ليس للمشاة، فلا يمكن السير هنا والعبور منه، هو فقط للسيارات. السويد بلد مترامي الأطراف، يعتبر ثالث أكبر مساحة في أوروبا بعد فرنسا وإسبانيا. السويد مساحته 450 ألف كيلومتر، يعني أكبر من مساحة ألمانيا ب 100 ألف كيلومتر. لو قسنا السويد من الشمال إلى الجنوب لظهر عندنا قطر ب 1474 كيلومتر، يعني بمعنى أنك لو ركبت من مدينة برلين واتجهت إلى جزيرة صقلية فهي نفس المسافة. لاحظوا يعني قطر السويد. السويد تكسوه الغابات يعني 55%، وتضاريسه جبال، سهول، هضاب، أهوار، بحيرات. بمناسبة ذكر البحيرات، في السويد هناك أكثر من 100,000 بحيرة. لاحظوا هذا العدد، 100,000 بحيرة بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة. تاريخيا السويد كان يعني دولة مثل ما نقول محاربة، تحارب الجميع، فكان يحارب يعني جيرانه، واحتل فنلندا مثلا لعدة قرون، كانت فنلندا تابعة للسويد، وكان أيضا يحارب النرويج إحدى جيرانه، وأيضا كان يتحرش بقوة بحدود ويعني مقاطعات الإمبراطورية الروسية، فكانت هناك حرب دائمة. يعني لنعود إلى الاقتصاد، السويد بلد يعني مصنع من الدرجة الأولى، آلات، مكائن، معدات تقنية ذات جودة عالية، كما أنه كما تعرفون أنه البلد المصنع لسيارات وآليات الفولفو المشهورة، ويعود الفضل لمهندسي هذه السيارات، أي سيارات الفولفو السويدين في عام 1959 باختراع حزام الأمان في السيارة، هم الذين اخترعوه ثم استخدمته سويسرا فألمانيا
وهم بذلك يعني ساهموا في إنقاذ آلاف الأرواح من الحوادث منذ ذلك التاريخ ويعني لغاية اليوم. السويد مشهورة ومشهورة جدا بالمخترعين، فهناك مثلا ألفريد نوبل الذي اخترع الديناميت لتزويد يعني جيش وطنه بالسلاح الفتاك، ولكنه يعني حول هذه الأموال وهذه الثروة الطائلة إلى جوائز، مثل ما تعرفون هناك جائزة نوبل للسلام، للعلوم، للفيزياء وهكذا. كما أن السويد يعني ماذا نقول عنه، بلد مثل ما قلنا مصنع للأجهزة، للمعدات، لآلات أو لمعدات تطوير الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، وأيضا آلات دقيقة جدا، بيو تكنولوجي وهكذا. إذن السويد ذو دخل يعني واقتصاد قوي، والصناعة يعني تساهم بقوة في ميزانية الدولة. ويعني نعود الآن إلى موضوع السياحة في هذا البلد. يعني سنويا يزوره 10 مليون سائح أجنبي من خارج السويد، ويصرفون 10 مليار يورو سنويا. إذن السياحة أيضا تساهم هنا في دخل إضافي لخزينة الحكومة السويدية. لنتكلم قليلا عن مدينة أو عاصمة السويد ستوكهولم. ستوكهولم يعني تتميز بقنواتها المائية الكثيرة، وهذه واحدة منها، وبعدد الجسور الموجودة فيها. أيضا تتميز بعدد هائل من المتاحف، وهناك متحف الطبيعي الذي يعرض للزوار سفينة من القرن 17 بكامل معداتها. أيضا تمتلك هذه العاصمة مثل كل العواصم أكبر مرجوحة تعلو إلى ارتفاع 122 متر وتدور بالركاب في العالي. كما أن مدينة ستوكهولم مشهورة أيضا بأكبر عدد من مطاعم المكدونالدز إذا بين الدول الأوروبية. أتمنى أن تكون يعني هذه المعلومات شيقة ومفيدة لكم، ويعني أنا آسف لعدم تمكني الآن للذهاب إلى وسط العاصمة لأنني على وشك المغادرة إلى أوسلو. من يعني يحب أن يتابعني، ما زالت يعني رحلتي مفتوحة ومستمرة. هذا هو البلد السابع الذي أزوره الآن، وغدا سأكون في النرويج في أوسلو، وسيكون رقم 8. لحد الآن أنا قطعت 2500 كيلومتر، وقضيت 17 ليلة مبيت، واستخدمت بين هذه البلدان 3 مرات باصات، اليوم سيكون الرابع، مرة واحدة القطار، ومرتين سفينة في التنقل بين بلدان الأوروبية. أنا انطلقت من النمسا، ثم تشيك، فبولندا، ليتوانيا، لاتفيا، أستونيا، فنلندا، واليوم أنا أغادر السويد. إذن أتمنى لكم يوما جميلا. من يحب منكم أن يتعلم اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية ومن بداياتها من الدروس الأولى، فقناتي قناة عمو فاضل، أي إم إم أو إف أي دي أي إل، تجدون كل الدروس هناك، كما هناك فيديوهات قصيرة جميلة جدا. فيعني مرحبا بكم، وأيضا لو أعجبكم كل شيء كل هذا لا تنسونا باللايك على الأقل. إذن تحياتي لكم، ويعني أرجو أن تتابعونني في رحلتي هذه، وإلى اللقاء في النرويج.